سمع عبد العزيز ابن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرس، يعني تزوج عمل عرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، كانت العروس خادمهم، هل كانت تدخل عليهم وتخدم عليهم أو كانت تجهز لهم الطعام من الداخل؟ إذا قلنا هنا أن الحديث مجمل، العروس تخدمهم من داخل البيت ولا مانع أن تدعو زوجها لكي يخرج بالطعام على الناس، يخرج بالطعام على الناس. وإن وردت، نفترض وردت رواية أنها كانت تخرج عليهم، فسيكون قبل نزول آية الحجاب، وهكذا يوجه العلماء. فالأصل أن كلمة كانت العروس خادمهم لا تعني أنهم يرونها، أن ممكن شخص يخدم شخص ويرسل إليه الطعام أو يخدمه عن بعد لا يلزم الاختلاط. قال فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته، يعني هل تدرون ما الذي صنعته لرسول الله؟ قال أنقعت له تمر في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه، يعني وضع التمر في ماء في الليل، الصباح تحلل التمر شيئا ما، أصبح نبيذا، لكنه لم يصل إلى حد الإسكار، لم يصل إلى حد الإسكار، فأطلق عليه نبيذ، أطلق عليه نبيذ. فسهل بن سعد يقول أنقعت له تمرا فسقط، عفوا، في تور من الليل حتى أصبح فسقته إياه. فأصل النبذ هو الطرح، أصل النبذ هو الطرح. ولا يطلق النبيذ على الخمر إلا إذا كان مسكرا، يعني أصل كلمة النبذ الطرح، فنبذوه وراء ظهورهم، فانبذ إليهم على سواء، نبذ خاتمه، فنبذ الناس خاتمهم، أصله الطرح، لكن باب الأشربة شيء يطرح في الماء، قد أطرح تين في الماء، أطرح زبيب في الماء، أطرح تمر في الماء، اسمي نبذت، يعني وضعت الشيء في الماء، وضعت الشيء في الماء، ففي هذه الحال يسمى نبيذا، يسمى نبيذا. قال حدثنا